إن حضوركم اليوم في هذا المكان له دلالات كبيرة وعميقة، فبالإضافة لحرصكم الدائم على توفير الخدمات الأساسية لكافة المواطنين وخاصة خدمات الماء والصرف الصحي، فإنكم أيضا تولون لمدينة بقة العريقة ولساكنتها أهمية خاصة. نظراً لمكانتها التاريخية وموقعها الجغرافي المتميز، وهو ما استرجمه توجيهاتكم المستمرة لنا في القطاع بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع بناء محطة لتصفية ومعالجة مياه النهر، وها أنتم تشرفون اليوم ولله الحمد على تدشينها. إذاناً لبدء تشغيل منشآتها بطاقة إنتاجية قدرها 5000 متر مكعب من المياه العذبة يوميا. الإنجاز الذي اكتمل في إطار هذا المشروع الذي يشمل تركيب 9 محولات كهربائية من حيث عيش 61 بجهود 160 كيلو فولت أمبير، ومدخل بطول 8 كيلومتر من الشبكات الهوائية ذات الجهد المتوسط، وإنشاء خط كهربائي هوائي بجهد منخفض 400 فولت على طول 30 كيلومتر، وتركيب وتوصيل 9 غلبة تحكم و 200 وحدة إنارة عمومية. ويهدف المشروع إلى ضمان نفاذ خدمات الطاقة الكهربائية لصالح 5000 وحدة سكنية اجتماعية للقرى التالية: مفتاح الخير ودار العافية ودار السلامة واحدة وبديدير وحمدلاي وهرمو نيديا وأباي ودوبوكي وبوندي جيرا، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه القرى وخلق فرص عمل وتحفيز النشاطات المدربة داخل وتجميد السكان بمواطنيهم الأصليين.